قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. للأسف إحنا أخواننا بندرس الأمور من وجهة واحدة. إيه الوجهة؟ إن هذا الحديث فيه دليل على تباعد الإيمان، وأنه ليس هيئة واحدة ولكنه يتشعب، وأنه يزيد وينقص. خد بالك إزاي؟ يبقى إذن هذا الحديث بيخش مبحث تشعب الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه. هذا الحديث يرد به على الخوارج وكما يرد به على المعتزل. طيب ما ينفعش أن هذا الحديث يدخل وقت تانية؟ إيه الأوابة التانية دي؟ لماذا الإيمان بيتشعب؟ تعرفين لي يا إخواني، من النتف الجميلة واللطائف الفريدة في ذلك الأمر للدلالة على أن أي شعبة من هذه الشعب قد تكون سببا في دخولك الجنة. أي شعبة قد تكون سببا في دخولك الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب لغصن النحاوة عن طريق المسلمين. يا سلام، يبقى إماطة الأذى عن الطريق قد تكون سبب في دخول الجنة. نعم، قد تكون سببا في دخول الجنة لغصن نحاه. يبقى ده اسمها ايه؟ إماطة الأذى عن الطريق. يبقى فأعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. إذا أدنى شعبة من شعب الإيمان قد تدخلك الايه؟ الجنة. فما بالك بما هو أعلى وأعلى وأعلى. إذا لا تحقرن من المعروف ايه؟ شيئا. يبقى يمكن لأي أخ مسلم إن يشوف ايه الأبواب الإيمانية اللي هو لو واظب عليها ودق فيها تدخلوا الجنة. افترضنا رجل فقير، إذا أنا مش هقدر أدخل الجنة بباب الإيه؟ الصدقة، لكن يمكن أن أدخل الجنة بباب الصيام، يمكن أن أدخل الجنة من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يمكن أن أدخل الجنة من باب مساعدة المحتاج، يمكن أن أدخل الجنة من باب مثلا إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق. إذا هناك طرق وشعب كثيرة تدخلك الإيه؟ الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه إيه؟ طلق. يبقى وجه كده إيه؟ بشوش. يبقى إذن الشعب الإيمان كثيرة، والأخ الذي لم يلتزم ببعض شعب الإيمان فعليه أن يلتزم بما يقدر، فإذا تمسك بها فليأتي بالقدر الآخر، وهكذا شيئا فشيئا إلى أن ييسر الله تعالى له الخير.